دير واحد الاتفاقيه لمده شويه ضغط على الجماعات كلهم اللي مستفيدين من هذه المهارات الصناعيه ومنهم جماعات مطرسه. دابا الاخوان عندكم شي سؤال تفضل. اي يسعدني السيد الرئيس ان اقدم لكم تقريرا مفصلا حول موضوع اتفاقيه شراكه خاصه لانجاز وتسويق وتثمين الانشطه الصناعيه بمنطقه ورحيل جامعه مطرسه التي يقوم مجلس جهات الشرق بانجازها باتفاقية شراكة مع وزارة التجارة والصناعية ووزارة الداخلية المتمثلة في المديرية العامة ديال الجامعات المحلية. وهذه النقطة التي أثارت انتباهي كرئيس لجنة التي جاءت بمجهود الذي بذله السيد العامل المحترم وبعض المنتخبين الذي دفع عنها بقوة باللجنة الجهوية المكلفة بإنجاز تصميم الجهوي بجهة الشرق بالولاية. ونظرا للموقع الذي تتوفر عليه هذه المنطقه بقربها من ميناء غرب المتوسط بمسافه لا تتجاوز 30 كيلومتر ومطار الناظور العربي بنفس المسافه وطريق السيار ومما سيؤدي بهذه المنطقه الى اعطاء دفعه تنمويه قويه للجماعه والاقليم بصفه عامه التي سوف تقوم بخلق فرص شغل جد مهمه وتقليص إشكالية الهجرة التي يعاني منها الإقليم نحو الداخل والخارج. وكذلك نطالبكم السيد الرئيس يعني بتكثيف الجهود والدفاع عن هذه المنطقة لدى الجهات المختصة وإخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن. وشكرا. هل كنت يعني خذت الميمار زيتها في المهنية نعلاج في مسجد العميد برحب جهود كبير جهود بات من هذه الجهة فعلا نحضر ما فيه ونما هذا واحد الجهود كبير من المنطقه الصناعيه كله رسميه كان كتمشي لبرسيت كان الصراع ما بين دريوش وبرسيت عين درسيت عنده هذا الميزانيه عنده الارض ديال الدار الدومين بزاف يعني المونطو ديالهم صراحه ما تعرفش هي كنحيي بس برايس دايره السيد القائد هو عين النزار راه قاعد في الملعب كيجي هاك باش انا ما كنديرش الشوط صراحه هاد المنطقة اللي جمعت يمكن اعتقد فيها المنطقة اللوجستيك والمنطقة الصناعية اللي كتمتد يمكن من البارح حتى النهاية ديال المعركة. حتى الوادي مخلوف. يعني هذا مشروع ضخم مشروع كبير تاع الجماعه وكبير يعني صراحه وهذا الشيء اللي بغيت نقول. وبالنسبه للاخوان عاوتاني باش نخبركم انه على ما اعتقد انه في شهر واحد درنا واحد الالتماس للوكاله الحضاريه باش درنا البلان دابا يعني في التحديد يعني في المراحل الاخيره شهر 6 ان شاء الله يكون شخصيتها غادي يبدا غادي يخرجوا التعرضات ديالو. كذلك نعطي واحد المعلومه مهمه بالنسبه للمجلس الناس ديال طرسه يعني بالنسبه لطريق السيار المقطع ديال دريوش لطرسه يعني نهار 18 في هذا الشهر سيتم فتح الاغرفه في الشط الاخير جامعه طرسه الساحل. وشكرا. اذا الاخوان هذايا باش نبي توضيح وصل. الاخوان وانا لان الطريق يعني ديجا يعني دار. فوالا. انا حدا بديش بهذا النقطة الخامسة تداول المصادقة على إخراج قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار من الملك العام للجماعة وضمها إلى ملكها الخاص، تنفيذا لمقتضيات القانون المعتمد على الجماعة فإننا سنعمل على إخراج قطعة أرضية مساحتها 1 هكتار من الملك العام للجماعة وتحولها إلى ملكها الخاص وبعرانة إشارة المديرية الإقليميين في محل الدفن من أجل إنجاز زيت تضمين مصدر الزيت. إخوان كاملين متبعين هذا المشروع هذا اللي عندنا في الإرمانات. في هذه الإرمانات اللي كان مقرر في 2019 المجلس اللي كان سابق يعني كان خدام في هذا المشروع ديال وحنا زدنا كملنا عليه شاف واحد لجنة من الرباط وجا مقطع واحد لجنة أخرى جا مكتب الدراسات دابا حاليا رانا في اللمسات الأخيرة داروا لنا واحد المراسلة على أنه باش نديروا البراهين الإشارات هذا القطاع هذا الشيء اللي كاين دابا الإخوان. تفضل يا سي حسين. بالنسبة للقطعة من أجل التوضيح دائما واش يعني خصنا نوضحوا لنا مثلا شنو هو الملك الخاص والملك العام للجماعه. اذا كان هذاك ديال الارمانات انا اظن انه يعني ملك خاص للجماعه يعني ما يمكنش نقولوا استخراج من الملك العام الى الملك الخاص وهو اصلا ملك خاص للجماعه. يعني في غير في الصياغه انا اقول ربما هو دابا حاليا في الملك العام ديال الجماعه. لا الارمانات هي الملك الخاص ماشي الملك العام لان ماشي طريقه. هذا الجماعه هذا ولكن الملك الخاص لان فرق ما بين الملك الخاص ديال الجماعه والملك العام ديال الجماعه. لان ملك الجماعه الملك العام ديال الجماعه راه هو هذاك البورد اللي فيهم المنافس اسبوعي هذاك راه ديجا الملك الخاص للجماعه. يعني باش نخرجوا شي حاجه من الملك الخاص الى الملك الخاص هذه الصياغه خاطئه يعني في
احنا نقول يعني انتم بحثوا باش تشوفوا اما يقولوش اسم الخراج هذه النقطة هذه تكون مثلا